تعتبر ليبيا قبلتها وشعوب أمريكا اللاتينية وشعوب آسيا. حكام العالم كلهم بقواهم الكبر النووية يتقاطرون على ليبيا، على بلدكم، على طرابلس، على سرت، على بنغازي. شوهوا صورتكم في إذاعات عربية شقيقة للأسف. يخدمون الشيطان، يخدمون الشيطان، يخدمون الشيطان. مباشرة التي سنعرض فيها الحقائق ونجعل من أرضنا أرضا للبناء والتعمير. مشاهدين الأكارم، الآن معنا الأخ قائد الثورة في هذه المداخلة الهاتفية. مساء الخير الأخ قائد. يخدمون الشيطان. رغم ما فيه من ضعف الآن، لكن عنده قوة جبارة كامنة. نحن ما قلنا مثل الصين، نحن في حاجة إلى أن نحتذي بالصين. الصين قالت للعالم اختار تايوان وإلا الصين. تايوان 20 مليون، الصين مليار. كل دولة في العالم حرة تعمل علاقة مع تايوان، ما تعملش علاقة مع الصين، وتحرم من مساعدات الصين أو من التجارة مع الصين أو من أي علاقة مع الصين. تحب تعمل علاقة مع الصين تفضل، لكن ممنوع تعمل علاقة مع تايوان. والعالم يختار بين نقطة في المحيط اللي هي تايوان وبين ربع سكان العالم اللي هي الصين الشعبية. العالم أكيد بيختار الصين، صار الصين هذا مصالحها مع الصين تختلف عن تايوان. كل دول العالم قطعت علاقتها مع تايوان وفضلت الصين، هذا خيار. احنا كان يجب ان نقول للعالم اختار بيننا وبين الاسرائيليين. هذه ما يسمى باسرائيل زورا، هذه نقطه في بحر ونحن امه من محيط الخليج، تفضل اختار. أعمل علاقة مع ما يسمى بإسرائيل، ما تعمل علاقة مع العرب. إيه؟ إذا مصالحك بتحقق من الإسرائيليين تفضل. إذا تبغي مصالحك العربية مع العرب تقطع علاقتك مع ما تعمل علاقة مع الإسرائيليين. اختار بين الأمة العربية وبين الإسرائيليين. أما فيما مضى حروب العرب كانت خطيرة، كانت رفض وجود مفروض على العرب، الخنجر المسموم، فلسطين السليبة، فلسطين الحبيبة، العصابات الصهيونية. ما هيك يكون نقوله في الكتب، في المحاضرات، في الخطابات، في الهتافات. جيلين واحنا نغذي فيهم بهذا الكلام من الابتدائي، واحنا ندرس هذا المنهج. يخدمون الشيطان. المسموم في قلب الأمة العربية، معناها فلسطين قلب الأمة العربية، والخنجر المسموم ما يسمى بإسرائيل، وما كنا نقول إسرائيل، نقول العصابات، الكيان الصهيوني، وما كنا نضف الغربية وغزة، كنا نقول فلسطين الحبيبة، فلسطين الجريحة، فلسطين السليبة. فين هي الآن فلسطين الحبيبة والسليبة والجريحة اللي كنا نغنوا بها؟ وألفنا الكتب والمجلدات والشعر والنثر وكل تراثنا وأدبنا وماضي، هذا ركن هام من تراث الأمة العربية ومن تاريخها. تساهلنا فيه ورحنا نتراجع شيئا فشيئا، نكتب إسرائيل وبعدين نقول حكومة إسرائيل، وبنقول رئيس وزراء إسرائيل، وبنقول رئيس جمهورية إسرائيل، ونتراجع عن فلسطين ونقول الضفة الغربية، ونقول الأراضي العربية المحتلة، ونقول بعدين غزة وريحة نغزوا فيها بهالشكل. وبدنا القدس السليبة ومصر رسول الله ومربط البراق، وياما ما جدنا في القدس هاي، يعني لين قشعرت بداننا واحنا نسمع العرب وادبياتهم يتكلموا
على القدس وكل ذرة فيها مقدسة، وعمر الخطاب ومسجد عمر الخطاب والصخرة من الصخرة لين تقشعر بداننا، واحنا القدس هذه باين كل حبة رمل فيها هي عربية وإسلامية وما نقدر نفرط فيها. الآن القدس باقي منها أقل من 5% عند العرب، عند المسلمين أقل من 5%. بدينا نتكلم عن القدس الشرقية والقدس الغربية، ده أول تنازل. شوف قعدنا نسمع النغمة، القدس الشرقية والقدس الغربية، ما كنت تقول القدس، مصر رسول الله، الصخرة، المكان المقدس، ثالث الحرمين، أولى القبلتين، ما كنا نقول نخطبها في المساجد. تراجعنا وقعدنا نقول القدس الشرقية والقدس الغربية، باب الغربية لإسرائيل والشرقية لنا، وبدينا نتراجع حتى فلسطين تركناها. إيه التراجعات شجعت الطرف الآخر، شجعت روما الجديدة، إن الطرف المقابل أصبح الآن غير قادر على التمسك بالأرض وبالدفاع عن وجوده فوق أرضه، وبالتالي ممكن الإجهاز عليه وتثبيت أقدام الاستعمار من جديد فوق الأرض العربية. وهذه ستشاهدونها، يعني إن شاء الله ما نكونوش حيين، لكن حتى نكون حيين تقريبا واحنا نشاهد الاستعمار الجديد وهو يثبت أقدامه مرة أخرى في الأرض العربية. ستتكرر بارد وأخرى، وتتكرر قرطاجنة وروما مرة ثانية. هاي حتما، لأن الشروط لا متوفرة فيها. أخواننا ما يعني أنا نتكلم في وسط مهم جدا، في قطر مهم، أو حتى من ناحية تاريخية نعتبر أرضنا هاي في تونس، هذا المكان اللي نتكلم فيه يعني يمثل شيء مهم بالنسبة لنا للأمة العربية الإسلامية. هذه جامع الزيتونة، والله جامع الأزهر، وإلى القدس أو مكة أو المدينة، هاي رباطات تاريخية مهمة للأمة ومثابات تجتمع فيها الأمة لتتلقن ولتحمل السيف وتدافع عن قدسية هذه الأماكن وعن قدسية الأمة صاحبة هذه الأماكن. في الكلام في قرطاج، في باردو، في الزيتونة، في القيروان، في المهدية، كلام من مواقع تاريخية الغرب يعرف معنى الكلام من هذه المواقع، وهذا يعني أن الأمة هاي عظيمة وجذورها ضاربة في التاريخ، وما تغريكم حالتها المهلهلة الآن وراهي تبتلعكم وتقضي عليكم، ما تفتكروا أنكم تقدروا تضموها فعلا وتحولوها إلى عبيد. لكن المعطيات الموجودة يا أخواننا الآن للأسف معطيات مغرية جدا لروما، أين كانت روما الآن ماشي لحلف الأطلسي بأسلوب آخر، أسلوب المشاركة من أجل السلام. لما يضموا يا أخواننا روسيا ويروحوا للبلدان السوفيتية السابقة ويمتدوا إلى غاية أمريكا في حلف واحد عسكري، من تبقى بعد ذلك؟ من هو العدو اللي هم اشتركوا كلهم عسكريا ضده؟ من هو العدو؟ معنا احنا ما نطفال حتى نتجاهل ما يجري حولنا. هم فاكرين ان احنا امه ممكن مغفله او تنسى، لا، احنا ذاكرتنا قويه جدا وواعيين جدا لما يجري الان، ونسمع طبول الحرب اللي دقه حلف الاطلسي من تل ابيب الى واشنطن، كله طبول حرب واستفزاز ما بتجعلنا ننام. مضطرين ندق طبول المواجهه، هم عاملين، احنا عارفينهم عاملين ثلاث خطوط، قالوا الخط الاحمر والخط الاخضر والخط الاصفر، ما هي من زمان هذه؟ قالوا عدو حلف الاطلسي او الامبرياليه الغربيه عدوها رقم واحد الشيوعيه، هذا الخط الاحمر يجب القضاء عليه. عدوها رقم اثنين الخط الاخضر اللي هو الاسلام، يجب القضاء عليه. العدو الثالث والاخير الخط الاصفر اللي هو الكونفوشيوسيه، تمتد من اليابان الى الصين الى الهند
ليش تتم السيطرة على الكرة الأرضية. وهم مؤمنين حاجات غريبة أنت ممكن ما تصدقوهاش، قد نضحك وإحنا لما نتكرر، مؤمنين بأن لازم إسرائيل تكون دولة كبرى من المحيط الخليجي، ما هو العرب من المحيط الخليجي ولا من الفرات للنيل أبدا، تهويد شمال أفريقيا هذا من مخطط الصهيونية. لما إسرائيل تمتد من المحيط الخليج والهيمنة كلها للمسيحية من الصين لغاية أمريكا، ينزل المسيح، ينزل المسيح منتظر. هذا شيء في معتقداتهم، هذا في محاضر رسمية مؤمن ب شو اسم المعركة اللي مؤمنين بها، هرمجدون. هرمجدون قالوا لابد تقع. أمتى تقع؟ تقع لما هالاشتراطات هذه كلها تتوفر، تقع هذه المعركة يهزم فيها الإسلام، وبعدها ينزل المسيح يلقى الأرض جاهزة، إسرائيل ممتدة من محيط الخليج، والمسيحية هي المظلة الكبيرة على الكرة الأرضية، وينزل المسيح، ويعتقدون أن هذا ماشي في طاعة الله وفي رضا الله زي الجهاد بالنسبة للمسلمين. احنا نصدقوا او ما نصدقوا، هي هذه عقيدتهم، هذا شيء وارد عندهم. هم حطموا الخط الاحمر وبضموه لهم ضد من؟ ضد الخط الاخضر، لان حتى ستبدا المواجهه مع الاسلام، وبعد الاسلام يجهزوا على الخط الاصفر اللي هو الصين والهند والديانات الاخرى. هم عندهم عدة زوايا ينظر منها، من زاوية ثقافية ومن زاوية دينية ومن زاوية، هم بيسموها هذه يعني الثقافات، الثقافة هاي الماركسية وبعدين الثقافة الإسلامية والثقافة الكونفوشيوسية، لابد أن يتحطم كلهم أمامهم. وما بيجوكم يقولوا احنا بنستعمر تونس مرة ثانية، بنستعمر مصر مرة ثانية، بنستعمر ليبيا مرة ثانية، ما بيقولوا هكي، بيقولوا زي ما قالوا لتونس عام 81، قالوا لهم 1880، قالوا علشان الأمن في تونس بس أول ما يستتب الأمن نكونوا راحلين بعد ما مات نصف الشعب التونسي. إذا كان عقلية تؤمن بأن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا، هذا شيء مخيف. إذا في ثقافتهم شيء زي هذا، هذا يبعث مرة أخرى في أي يوم العقلية هذه تنتصر علينا. كيف الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا؟ ما قالهاش واحد مجنون، ما قالها واحد سفيه، ما قالها واحد غير مسؤول، ما قالها صحفي مثلا، لا، أمة بحالها قدمت جهود وعمل جبار من أجل أن تحقق هذا، يتحقق هذا الشيء، وهو أن الجزائر جزء من فرنسا. حرب استعمار 130 سنة من الاستعمار لكي تكون الجزائر جزء. مؤمنين بأن الجزائر إلى غاية متران اللي مات أول أمس، هو مؤمن بأن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا. والله زي الخيال، لو يقول لك واحد يعتقد بهذا تقول هذا باين عليه من العصور القديمة، قل لا، هذا رئيس دولة عصرية تو يؤمن بأن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا. كيف جزء لا يتجزأ من فرنسا؟ هاي دولة أفريقية، دولة عربية، دولة شرقية، دولة إسلامية. عقليتنا وعقليتنا مش مو ما عندناش حل وص... ما عندناش قاسم مشترك. فأنا يعني نتكلم في مكان يستحق أن نتكلم فيه، في فعاليات الشعب التونسي. وتونس أنا ما ننظرها زي ما ننظر لأي واحد آخر، والله دولة صغيرة وإلا دولة فقيرة، وإلا ننظرها للمكان اللي عمره 2700 سنة. تونس القرطاجنة، وتونس المهدية، وتونس القيروان، وتونس الزيتونة، وتونس التضحيات الجمة. وبالتالي يعني عندي أمل أن من الآن نبدأ في المسير إن شاء الله.